جايز ما غادي نريكوردين فيديو جديده ديال واحد جوج واعر بزاف نتو جوراسيك وورلد ايفولوشن. كان واحد الواحد حد الدري كنعرفو صيفط ليا في كومونتير لعب فيه واليوم غادي نلعب فيه وانا كيعجبني بزاف وها شوف بزاف ديال الناس 70% كيقولوا هاد اللعب واعر وغدا ان شاء الله غادي نديرو ميساجور وغادي يقدو فيها لي بوك وغادي يزيدو فيها شحال من حاجه يقدروا يزيدو فيها حيوانات يقدروا يزيدو فيها كلشي وقبل قبل ما نلعبو غادي نوريكم التريلر ديالو باش تعرفوا علاش كيهضر هذا ها هو I think that things are going to turn out differently. The ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control. Well, here's the thing. Humanity is destined for it. Deceived by the illusion of it. Never really possess it. Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, chaos destroys them. And what makes us such unique creatures is knowing the scope. إذن دابا شتو ديكسترين ديالو ومسيري جوع واعر أنا كشريتو شريتو بسمية درهم وشريتو بواحد دي إل سي هاهو